مساء الخير. يا ترى امتى هيكون عندنا وسيلة نقل مريحة وآمنة؟ يعني تخيل كده انك تروح شغلك وانت مرتاح ومبسوط، مش متوتر كده ومكشر ومضغوط. الحقيقة ده حلم كبير حلمنا بيه ولسه بنحلم. بنحلم باليوم اللي نسيب فيه عربياتنا ونقلل الزحمة المرورية ونستخدم وسائل نقل بديلة. صحيح في جهود كتير بتبذل في الفترة الأخيرة عشان ده يتحقق، لكن كمان بيقابلها عراقيل لا حصر لها. ما بين الحلم اللي نفسنا بقى يتحقق والواقع الموجود بالفعل، يبقى السؤال: امتى هنحس ان احنا مش اقل ابدا من اي دوله اوروبيه؟ امتى هيكون عندنا سكه حديد ومترو انفاق وقطار سريع و وحاجات كتير قوي عايزينها وبنحلم بيها؟ النهارده في فقره التحقيقات هنجيب على كل هذه التساؤلات وغيرها من خلال ضيفنا اللي هيكون النهارده ضيف حلقه اليوم في تحقيق اليوم، دكتور هشام عرفات وزير النقل. لكن خلونا نشوف دلوقتي بكره الجرائد بتقول ايه. هنبدأ من الأخبار اللي أشارت بصفحتها الأولى إلى طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 3 جامعات تكنولوجية في القاهرة وبني سويف وأوسنا. الدستور أبرزت خبر وعن انعقاد مؤتمر ثلاثي لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص، وقالت إن في محادثات بتتناول التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال هذا المؤتمر المهم. الشروق بقى تحدثت عن المفاعل النووي الجديد بالضبعة ونقلت على لسان خبراء بمجال الطاقة النووية اللي أكدوا أن الضبعة دي بتمد مصر بالطاقة الكهربائية لمدة 80 عام وهتحقق أرباح تصل إلى 340 مليون دولار. وقالت كمان على لسان وزير الكهرباء اللي أكد أن المفاعل يتحمل قوة اصطدام طائرة 400 طن، وقال أن المفاعل كمان مقاوم للخطأ البشري وبيوفر آلاف من فرص العمل. اليوم السابع نقلت تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر واللي اعلن فيها عن بدء العمل رسميا بمشروع المحطه النوويه بالضبعه، وكمان قال ان الافتتاح هيكون عام 2026. وامبارح طبعا كان معانا في تصريحات حصريه عبر الهاتف. اليوم السابع نقلت عن مصادر كنسيه اكدت ان البابا توادروس عاد بالفعل الى القاهره اليوم بعد 3 اسابيع رحله علاج. اليوم السابع أشارت إلى تنظيم القوات المسلحة معرض عن الصناعات العسكرية بمصر في شهر ديسمبر الحالي أو شهر ديسمبر 2018 عفوا، وقالت كمان أن هيكون في أكثر من 300 شركة عالمية، ومن المتوقع أن يزور هذا المعرض 10,000 زائر على مدار 3 أيام وبيتم الاستعداد له من الآن. جريدة الدستور نشرت تصريحات الفريق مهاد مميش تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وبتدعم كمان الصناعات المطلوبة في المنطقة. روزال يوسف اهتمت بتصريحات الدكتور علي المسلحي وزير التموين واللي أكد فيها أن أي سلعة لها سعران ستتحول إلى سوق سوداء، وبالتالي لن يكون هناك سلعة في أي سوق بسعر اتنين يعني بسعرين. قالت كمان على لسان المسلحي ان تعدد الاسعار بيغذي السوق الموازية وبنستهدف نمو التجارة الداخلية 20%. صوت الامة عملت ملف تفاعلي حلو جدا بصراحة وجريء، هو عن رأي وتقييم النواب لأعضاء حكومة شريف إسماعيل، والاستطلاع ده استند على 5 معايير: درجة الاستجابة، تنفيذ الوعود، الشفافية، والظهور الإعلامي، وكمان محاربة الفساد. تقييم النواب بقى جاء عالي جدا فيما يخص وزراء الهجرة، التضامن، التعاون الدولي، المالية، والإسكان. أما الوزراء اللي حصلوا على تقييمات ضعيفة كان الثقافة، البيئة، الري، الزراعة، التنمية المحلية. زي ما قلت لحضراتكم الحقيقة ملف جريء جدا لأنه على لسان كمان نواب مجلس النواب وليس على لسان الشعب. اليوم السابع كتبت تحت عنوان محمد صلاح فرحة المصريين: فاز نجم مصر بجائزة أفضل لاعب إفريقي من البي بي سي، طبعا حضراتكم امبارح يمكن بالليل الخبر كان مذاع، وفي انتظار جائزة الكاف الذهبية. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لفقرة الكاريكاتير.
أول كاريكاتير معنا النهاردة عن قرار ترامب بشأن القدس العربية، وهو من الجريدة الكويتية. وده من الاتحاد الإماراتية لشريف عرفة، وهو عن قرار برضو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. الغد ده كاريكاتير من الغد عن محكمة الجنايات الدولية. من الأخبار ده كاريكاتير لعمرو فهمي. عقاب السعودية ده كاريكاتير عن تمويل قطر لبعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتحسين صورتها، وهو بريشة الفنان سالم الهلالي. هنروح دلوقتي لفقرة بورصة الصحافة. البداية مع أفضل عرض معلوماتي، وهو من نصيب جريدة الأخبار عن مشوار الحلم النووي المصري من عام 55 وحتى تحقق في 2017. أفضل تعليق لملف خاص كان من الدستور، وهو تحت عنوان يا قدس قولي لحيطانك اثبتي بقوة. ده طبعا مأخوذ من قصيدة الراحل عبد الرحمن الأبنودي. أفضل صفحة رياضية من جريدة الأخبار عن حصول الفرعون المصري النجم العالمي محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، وده كان طبعا في استفتاء البي بي سي. أفضل صورة وتعليق كان على صفحات الدستور، صورة رائعة الحقيقة بتعبر عن الإرادة، وكانت بعنوان الدنيا ملك محبيها بعد سيد المصور الصحفي نادر نبيل. ودي أفضل صورة وكانت من نصيب جريدة الشروق. هنروح دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل على طول فقرة التحقيقات، واللي هنجيب فيها على سؤال مهم جدا: امتى هيكون عندنا وسائل نقل آمنة ومريحة وتحقق حقوق الإنسان؟ يعني تحس كده ان انت ممكن تسيب عربيتك وتروح تركب المترو او القطر او اي وسيلة نقل وتقلل بقى الزحمة المرورية. بعد الفاصل دي في التحقيق النهاردة دكتور هشام عرفات وزير النقل. بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. صحيح في مشاكل كتير في منظومة النقل سواء السكك الحديد أو المترو، لكن الأكيد أن في إصرار كبير على التطوير وحل المشاكل، ولأنها مشاكل تراكمت على مدى عدة سنين هيكون الحل تدريجي. يعني علشان نحس أن في مستوى مرضي لازم ناخد وقت كبير وناخد وقتنا وناخد عدة سنوات كده عشان نحس أن المستوى اللي وصلنا له هو فعلا المستوى اللي بيخدم حقوق الإنسان، وأن أنت ممكن تستخدم وسيلة نقل آمنة ومريحة وتحسسك أنك بالفعل ممكن في يوم من الأيام تستغنى عن عربيتك. أكيد لازم يبقى عندنا طاقات إيجابية ونصدق ونؤمن أن القادم أفضل، لكن ده بيخلينا نسأل عن آلية التنفيذ والميعاد المحدد اللي هيخلينا عندنا وسائل نقل آدمية سهلة وسريعة. اسمحوا لي أرحب بضيفي الآن دكتور هشام عرفات وزير النقل. مساء الخير يا سيادة الوزير. اهلا، مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. احنا عارفين ان حضرتك يعني من اول ما مسكت الوزاره والحقيقه في جهود بتبذلها واضحه جدا علشان تحسن مستوى منظومه النقل بصفه عامه سواء كان بري او بحري، لكن في خطوات بتتم وقدامها مشاكل كثيره جدا. خلينا نقول كده عشان ناخد طاقات ايجابيه في البدايه، ايه اللي بيحصل بالظبط وامتى هيبقى عندنا كده وسائل نقل ادميه ونحس ان فعلا المستوى مرضي للمواطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشكرك على المقدمه دهيت، بس حضرتك هي الوضع حضرتك اللي احنا فيه
وان كان في لبعض الناس غير مرضي، هو فعلا في حاجات غير مرضيه بالنسبه زي مثلا القطارات والسكه الحديديه اللي هي غير مرضيه لمصر، يعني لخدمه اهلنا احنا عايزين طبعا حاجه احسن من كده بكتير يعني. انما هي تحسنت عن الفتره السابقه، وان شاء الله هي فيها تحسن، واحنا دايما بنمشي على حاجه اسمها انديكيتورز او مؤشرات اداء. المؤشرات الاداء ده هي دي بتشمل كذا كذا حاجه، بس برضو عشان يعني نخش في التفاصيل ونتكلم عليها، ما هي لازم كل حاجه ليها يعني عشان اوصل لمؤشرات اداء مرضيه لازم اكون عندي كميات معينه عشان اطلع بالقطاع ده لقدام يعني. فزي ما حضرتك تفضلتي قلتي انها في مشكلات متراكمه بقالها سنين، احنا حطينا الخطط بتاعتها، ودي حقيقه يعني انا وانا من 10 سنين مثلا بسمع ان في خطط، ويمكن ناس كتير قوي وزملاء ليا سابقين تناولوها وما كانش عندهم الامكانيات او ما كانش عندهم الظروف ما ساعدتهمش ان هم يطلعوا وينفذوا الخطط اللي هم حطوها ده هي لقدام. انا لا ابخس ابدا حق اللي سبقونا، حقيقه بذلوا مجهود كبير في ظل ما اتيح ليهم وفي ظل حاجه مهمه قوي اسمها الاراده السياسيه. احنا الحمد لله دلوقتي بتتوفر عندنا الاراده السياسيه، ان 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 الاراده اللي هي خاصه بالتغيير الواقع اللي احنا بنعاني منه، الاراده السياسيه لتحديث مرفق يعني تم اهماله بقاله سنين طويله قوي يعني. انا لا يعني لا يعني لا اتجاوز لما اقول ان فعلا تم اهماله لزمن لا يقل ابدا عن 50 سنه، على الرغم ان كان في الفترات ده كان في مواعيد الوصول والقيام كانت معقوله بالنسبه للمواعيد اللي احنا فيها دهيت، وليها اسبابها، لان كان زمان السكه الحديد سنه 50 او 52 اللي كانت بتخدم حوالي 7 مليون بني ادم في السنه، دلوقتي نفس السكه الحديد بتخدم حوالي 300 بني ادم في السنه. فطبعا الفرق مريع في عدد الاستخدام الناس اللي بتستخدمه، مع اختلاف طبعا الاسعار، مع اختلاف، ودي نقطه مهمه قوي بحب اقولها، ان نفس طول الشبكه ما اتغيرتش، يعني طول الشبكه اللي كانت بتخدم 7 مليون هي نفس طول الشبكه النهارده اللي بتخدم 300 مليون. فما حصلش اختلاف في اطوال الشبكه، فبالتبعيه مستوى الخدمه قل. ودي تراكمت على، ودي بحقيقه بامانه شديده جدا لاي حد متخصص في مجال النقل يعرف ان في حاجه اسمها الطلب على النقل، وفي حاجه اسمها السبلاي وديماند، يعني العرض والطلب. انت الطلب عندك زاد قوي قوي قوي، والعرض ما يعني مش هقول ما تناسبش مع الزياده، لا ده العرض كان متدهور جدا بالنسبه للطلب اللي عليه. طب سيادة الوزير، عشان ما نتكلمش عنه، اسمح لي بس، قانون السكك الحديديه والتعديلات اللي حضرتك طلبتها بالدخول عليه عشان يبقى فيه مستثمرين وقطاع خاص يدخلوا في هذا المجال الخاص طبعا بالورش والصيانه وايضا خطوط السكك الحديديه، وصلنا لفين؟ واحنا ايه ممكن نحققه في حاله هذه دخول هذه التعديلات، وايه اللي ممكن يتحقق رغم ان في محاولات كانت من السابقين، عدد كبير جدا من الحقيقه وزراء النقل حاولوا يدخلوا استثمار وقطاع خاص في هذا المجال، لكن كان في حاله من يمكن التراجع، والسبب الاساسي يمكن حضرتك قلتها في سياق الكلام ان احنا عندنا خطوط السكك الحديديه طوليه وليست عرضيه، فالصيانه فيها بتكون صعبه جدا ومكلفه للغايه. هو حضرتك القانون بتاع السكه الحديد كان في زمان، الاول قبل ما نخش في الرد على سؤال حضرتك، كان زمان قبل سنه 50 كان في خطوط قطاع خاص او شركات قطاع خاص كانت بتتولى اعمال الصيانه واعمال برضو التشغيل الخطوط، يعني كان في مساهمه للقطاع الخاص. بعد كده جاء الدنيا اتغيرت شويه، وبعد كده جه قانون سنه 80، قانون 152 لسنه 80 اللي هو قال ان السكه الحديد فقط هي اللي مسؤوله عن صيانه وتشغيل والاستثمار في مجال السكه الحديد، وقفلت القصه دهيت على اي قطاع خاص. احنا النهارده دلوقتي زي ما قلت لحضرتك الفرق، عشان نشد الفجوه بين العرض والطلب، العالم كله بما فيهم الدول اللي كانوا بيقولوا عليها زمان دول اشتراكيه،
اتغيرت خالص. النهارده الصين فيها كذا شركه من شركات القطاع الخاص دخلت في مجال الصيانه وحتى التشغيل الخطوط السكك الحديديه. طبعا في بلاد كتير قوي اوروبيه سبقت الصين في الكلام ده. هو احنا كل اللي بنبغيه ان احنا ما فيش خصخصه يعني، ما يعني، وان كان برضو المساهمه بتاعه القطاع الخاص احنا بننظر لها انها تخش في مجال اكتر الصيانه، يعني ياخد ورش من ورش السكك الحديد. احنا عندنا كذا ورشه بس للاسف ما اتطورتش خالص. فاحنا يعني اي مهندس في الدنيا يعرف قد ايه اهميه دور الورش في تطوير منظومه تعتمد في الاخر في من الاولها لنهايتها على العنصر البشري لصيانه المعدات الميكانيكيه. احنا عندنا دلوقتي بنشتغل في صيانه الوحدات المتحركه اللي هي الجرارات وصيانه الوحدات المتحركه من عربيات، وفي عربيات ركاب وعربيات بضاعه. فمنظومه الصيانه مهمه جدا 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 بالنسبه للسكة الحديد، لان لو النهارده عندي، لو فرضنا انه عندي قضبان كويسه وبنيه اساسيه ممتازه وما عنديش وحدات متحركه جيده، ايه الجدوى منها؟ والعكس صحيح، لو انا عندي وحدات متحركه ممتازه وعندي بنيه اساسيه متهالكه اللي هي من قضبان واشارات وخلافه، يبقى برضه ما فيش جدوى من كده. فلازم يكون في نوع من التكامل. فاحنا عايزين الدوله النهارده مهتمه جدا هي بتستثمر في البنيه الاساسيه. يعني احنا بنستثمر في البنيه الاساسيه وبنعمل الخطوط وبنظبط الاشارات. وهقول لك الارقام اللي احنا شغالين فيها حاليا دلوقتي، الارقام دي ابتدت تقريبا في 2014، يعني مش من زمن طويل، ده احنا لسه من 3 سنين ابتدينا ننظر للسكة الحديد فعلا بقوة، وشغالين في تطوير 800 كيلو من القضبان والإشارات حاليا دلوقتي بثمن حوالي 13 مليار جنيه. جبنا جرارات بحوالي يعني 575 مليون دولار، حوالي 100 جرار وصيانة 81 جرار. احنا يعني حاطين استثمارات حاليا دلوقتي في السكة الحديد بحوالي 50 مليار جنيه شغاله فعلا حاليا دلوقتي، هي اللي شغالين فيها في مجال الصيانه ومجال استجلاب جرارات جديده وحتى عربيات جديده. يعني انا يعني الرقم اللي قلته لحضرتك 50 مليار دولار يتضمنوا تقريبا ان شاء الله يعني تصنيع، ومنها تصنيع محلي مهم قوي عندنا موضوع التصنيع المحلي ده، ويمكن اثرناه امبارح مع اجتماعنا مع السيد الرئيس الروسي وبحضور طبعا فخامه الرئيس، ولفتنا النظر لاهميه ان يكون عندنا صناعه محليه للعربيات ال 1300 اللي هم ان شاء الله ناويين ان شاء الله باذن الله نصنعهم في مصر، سواء بقى مع الجانب الروسي او سواء مع الجانب الشركات الاخرى اللي هي متقدمة إن شاء الله. هنفتح لسه المزارين بتاعتها على نهاية الشهر ده. المهم اللي أنا أقصد أقوله إن إحنا اخترقنا السكة الحديد ومركزين قوي على البنية الأساسية، مهم قوي البنية الأساسية اللي هي هتحقق لها الأمان، اللي هي دي، ودي أهم حاجة، أهم هدف عندنا في السكة الحديد اللي إحنا نحقق الأمان. يعني دايما أنا يعني ما كنت أستاذ في الكلية، فبقول لأولادي في الطلبة بقول لهم دايما في وسائل النقل العام بالذات احنا لازم ننظر الى الامان ثم الامان ثم الامان ثم الراحه بعد كده ودقه المواعيد. فالامان عندنا ده ما فيهوش كلام، فكان لازم لابد ان احنا نهتم بالبنيه الاساسيه اللي هي بالذات منظومه الاشارات. احنا حاليا دلوقتي ولاول مره احنا بنشتغل في تحديث نظام الاشارات ل 800 كيلو. احنا عندنا لما اتكلم انا على سكه طوالي عندنا اللي هي الرئيسيه عندنا حوالي 5000 كيلو او 5100 كيلو، منهم حوالي 1500 كيلو رئيسيين. احنا شغالين في نصهم تقريبا دلوقتي او اكتر من نصهم في اعمال تحديث الاشارات، يعني بنحول الاشارات من اشارات ميكانيكيه الى اشارات كهربيه. يعني الاشارات الميكانيكيه ده هي دي عفى عنها الزمن، بقى لها يمكن اكتر من 30 سنه العالم كله بيتجه الى الكترونيه الاشارات، وعمل نظام اشارات اسمه ربط الكتروني احنا شغالين فيه ده، وده احدث نظام شغال في العالم كله حاليا دلوقتي. يعني اللي احنا شغالين فيه ده نظام اسمه EIS او SIL level 4 اللي هو Safety Integrity level 4، ده العالم كله شغال بيه.
فاحنا ان شاء الله باذن الله هنجد في تطوير ان شاء الله كبير قوي في السكه الحديد. بس لازم الناس تصبر شويه علينا يعني، حقيقه الناس صبرت كتير، فانا اتمنى ان شاء الله يعني الناس هتجد فعلا ان شاء الله على انتهاء الربع الاولاني من 2019 في فرق كبير جدا، سواء في دقه المواعيد وراحه الراكب ان شاء الله باذن الله. وطبعا الامان ده احنا مش هنتكلم في ده، اولويه واحد واثنين وثلاثه. تمام. طيب عايز اتكلم عن كارت المواصلات الموحد. الحقيقه انا لما سمعت ان هيبقى عندنا كارت مواصلات موحد فرحت جدا، قلت معقوله اخيرا هنتخلص من الازدحام وهيبقى عندنا توفير للجهد وللوقت وكل ده. طب هيحصل امتى وازاي؟ هو بص يا استاذ رانيا، انت حضرتك قلتي بس في الاول ان المترو والقطارات، لا انا حقيقه انا بس معلش اختلف مع حضرتك في موضوع المترو، لان حقيقه المترو لا مختلف تماما. احنا عندنا مترو حقيقه، شبكه مترو الحاليه دلوقتي يعني جيده بنسبه مثلا هقول لك 85%، يعني ما هياش يعني فرق كبير جدا ما بين خدمه المترو والسكه الحديد. المترو احنا بننقل حوالي 3 مليون راكب تقريبا يوميا، يعني تتراوح من 2.8 ل 3 مليون يعني حسب الايام المعينه، يعني عندنا بيها حصر كامل يعني. لا خدمه المترو كان في بعض الاعطال النادره، ودي حاجه طبيعيه جدا في كل العالم يعني. انا اعتقد ان حضراتكم كلكم متصلين طبعا وبتشوفوا العالم بيحصل فيه صعب بعض الاحيان في مشاكل يعني. احنا عندنا الحمد لله المترو ماشي كويس جدا. احنا بنتطلع الى تحديث الخط الاول اللي هو بقاله اكتر من 30 سنه شغال ومتحدث البنيه الاساسيه بتاعته، احنا طالبين تحديث ليه ضروري بصفه عاجله، حوالي 8 مليار او 7.5 مليار جنيه لتحديث البنيه الاساسيه، وبعد كده هنحدث كمان بعض الوحدات المتحركه للخط الاولاني. باجمالي يعني تحديث البنيه الاساسيه وتحديث الوحدات المتحركه مع تحديث برضو بعض الاحواش المهمه جدا عندنا والورش دي هتكلفنا حوالي يعني 26 مليار جنيه. 26 بس احنا محتاجين بصفه عاجله 8 مليار هنبتدي نشتغل فيهم من اول السنه الجايه ان شاء الله، بس منتظرين التمويل من احدى البنوك اللي مديانا قرض ميسر ان شاء الله بفتره سماح كويسه ونسبه فايده بسيطه خالص عشان نحدث الشبكه. فتخيلي حضرتك احنا بنتكلم على خط، مش انشاء خط، احنا بنتكلم على تحديث خط هيتكلف حوالي 26 مليار. فده اللي احنا يعني مش عايزين المترو يحصل له تدهور زي ما حصل تدهور في السكه الحديد. فانما حقيقه المترو ما زال لا 85%، وان شاء الله لما هنحدث الخط الاول هيبقى النسبه دي هتبقى 100% ان شاء الله باذن الله. هو انا ما سالتش على المترو بس فرصه الكارت الموحد بقى. طب بس انا عايز اتوقف على المترو قبل ما تسيب الحته دي. لا يا فندم ثواني، حضرتك لما قلت اما المتحدث باسم شركه المترو قال ان الشركه تنفذ قرار الزياده فقط ولا تصدره، وان زياده الاسعار الخاصه بمترو الانفاق بيتحكم فيها او بيصدر قرارها وزير النقل، وحضرتك قلت انا مش هزود الاسعار الا ما يبقى عندي خدمه ادميه محترمه بقدمها للمواطن. ده معناه ان مفيش زياده في اسعار المترو دلوقتي؟ احنا لا 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 احنا عندنا خدمه ادميه محترمه، بس انا ما قلتش كده. انا معلش انا ما قلتش انا لا ده المتحدث باسم شركه المترو اللي قال كده. لا حضرتك ما قالش كده، ما انا عارف بس هو ما قالش. حضرتك هو حضرتك لو جبت التصريح هو قال ان احنا الزياده مرتبطه بحاجه ثانيه خالص غير الخدمه الادميه. احنا عندنا حضرتك واضح ان انت ما بتركبيش المترو بقى، معلش. انا بكره على البطل لو انت عايزه تشوفي خدمه المترو تعالي معايا، انا بركب المترو وانا رايح مجلس الوزراء، واحنا عندنا بكره اجتماع فانا دايما بروح بالمترو يعني. وحضرتك شوفي اذا كانت الخدمه غير محترمه ولا غير ادميه ولا لا. هتجديها في بعض الخطوط زي الخط الثاني والاولاني والثالث. الاول صعب جدا يا فندم. الخط الاولاني بقى له 30 سنه متحدث. ما تحدث يا استاذه رانيا. طيب انما الخط الثانيه والثاني والثالث لو عرفتي تفرقيه عن باريس يبقى حضرتك يعني يبقى عليك الكلام يعني، مش هتعرفي تفرقيه خالص عن مترو بره. ومع ذلك ان احنا عندنا التذكره عندنا هنا في مصر بتجيب تقريبا التذكره الواحده بتجيب تقريبا بيضه ونص
بينما هناك التذكره بتجيب حوالي 7 بيضات. فمع الفرق يعني، مع يعني ارجو تكون الرساله اتوصلت يعني. احنا بس بنقول احنا الزياده عندنا هتطبق لما بنزود عدد المحطات. لما نزود عدد المحطات، كل ما هنزود عدد المحطات فهنعمل السعر التذكره مرتبط بعدد المحطات اللي بيركبها الراكب. يعني اللي هيركب انت النهارده زي ما دايما بقول اللي بياخد عربيه من المطار لحد مصر الجديده غير ما هتاخدي العربيه من المطار لحد العباسيه، غير ما هتاخديها لحد المهندسين، غير ما هتاخدي العربيه لحد الجيزه. ولا انت عايزه تلفي العربيه مصر كلها بنفس الثمن؟ لا تمام يا فندم، بس بقى منشط رئيسي بقى للبرنامج ان وزير النقل بيستخدم المترو اثناء حضوره او للذهاب الى مجلس الوزراء كل 4 تقريبا. وده حقيقه ده كتير قوي بعملها عشان بوصل اسرع. لو حد بقى عايز يقابل حضرتك يروح على المترو على طول. ان شاء الله. يعني دايما كتير قوي حقيقه المترو. خلينا نتكلم بصراحه، انا كنت مسافر الصعيد من حوالي اسبوعين في القطر، وكنت بركب الجرار مع السواق، فكنا نازلين يوم الخميس بالليل دايما بتبقى الدنيا زحمه شويه لانه نهايه الاسبوع ودايما الحركه في المرور في القاهره بيبقى صعب شويه. فانا رحت بالمترو، وصلت تقريبا في يعني من مدينه نصر لحد الجيزه في تقريبا في ساعه الا ثلث. يعني مدينه نصر لحد الجيزه، محطه الجيزه ساعه الا ثلث. طيب. اتحدى اذا كان اي حد ممكن ياخده في اقل من في نفس الوقت ده، في اقل من ساعه ساعتين الا ربع يعني. فهي حقيقه المترو وسيله حضاريه محترمه جدا، ارجو بس ان الناس تشعر ان المترو ده ملكه هو. يعني اذا كان المترو او القطر، يعني احنا يعني محدش بيملك حاجه، ده ملك الشعب وملك ملك للمواطن، يعني مش ملك الشخص ولا ملك الحكومه ولا ملك حتى لسياده الرئيس، لا ده ملك الدوله، ملك الشخص للناس كلها. فارجو ان الناس كلها تبقى عندها الشعور ده، لان هو لو يعني لو رسخ فيها هذا الشعور ساعتها هيعرف كويس قوي قيمه الـ 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 الاصل ده، وان الاصل ده داخل بيته اساسا وراحته، وهو اللي هيبقى ساعتها حريص ان هذا المرفق ما يقعش. لما نقول له مثلا معلش احنا محتاجين منك يعني قرش زياده عشان نغطي مصاريف التشغيل والصيانه فقط، مش مصاريف الاستثمار. انت عارف عليك مصاريف الاستثمار بتاعه المترو النهارده كام؟ الكيلو الواحد النهارده بيتكلف حوالي 100 مليون دولار او 105 مليون دولار. يعني وده على فكره اقل قيمه في العالم كله، اللي احنا عندنا جزء كبير جدا من القيمه دي بنقدر نتدخل فيها في انشائها، زي اللي هو الشغل الاعمال المدنيه. يعني حضرتك الاعمال المدنيه احنا عندنا خبره بقت فيها كبيره جدا، شركاتنا عندها خبره، عندنا مهندسين عندهم خبره في الاعمال المدنيه، فبنقدر نقلل التكلفه عن بره. بره بتتكلف الكيلو تقريبا 130 مليون دولار ل 135 مليون دولار. طيب الكارت الواحد بقى المواصلات، الكارت الواحد ده بقى احنا عملناه بعد ظهور شركات اللي هي بتشتغل زي اوبر وكريم في ان عمليه النقل باستخدام التكنولوجيا المعلومات. وهم حقيقه اكتشفنا ان هم بيشتغلوا فيدرز على المترو، او يعني فيدرز يعني بيوصلوا معظم الركاب للمترو وبياخدوهم من المترو. فقلنا الله طب ما نفكر، فكرنا بقى احنا مع بعض ان احنا نعمل نوع من التكامل زي ما بيحصل بره، ان احنا نعمل كارت ان شاء الله. الكارت ده يستخدمه اللي بيستقل اوبر او كريم او واتيفر، اي شركه من الشركات اللي هي حتى بتخش في هذا المجال. وعلى فكره مجال النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات ابتدى يتكرر كتير دلوقتي، لان في شركه تانية مضت مع وزاره البيئه ووزاره الاسكان وابتدت تشتغل على خط من 6 اكتوبر لجامعه القاهره لمحطه مترو انفاق جامعه القاهره. وحقيقه الناس مبسوطه من هذه الخدمه. دي بيسموها اعتقد شركه اسمها مواصلات مصر. اعتقد ان هذه التجربه هتتكرر الفتره المقبله، لان بعد رفع او تخفيض الدعم شويه على البنزين والسولر ابتدت الناس تلجا للنقل الجماعي. فقلنا ما نستخدم كارت موحد يدفع بموجبه المستقل المواصله العربيه
وبعد كده ما بينزل في محطة مترو الأنفاق بنفس الكريير ده بيركب بيه مترو الأنفاق. احنا لسه ما فعلناهوش بس ان شاء الله يعني ده هنبتدي فيه مع ان شاء الله اعتماد. بشكر الوزير دكتور هشام عرفات وزير النقل على هذه الاطروحات. الحقيقة كان عندنا لسه تساؤلات كتير لكن واضح ان احنا فقدنا الاتصال. خلونا نروح دلوقتي لفقرة الصحافة العربية والدولية. بطبيعة الحال زيارة الرئيس الروسي لمصر اهتمت بها كل الصحف ووكالات الأنباء. يعني أسوشيتد بريس قالت أن زيارة بوتين لمصر تدل على علاقات وثيقة بين البلدين، وقالت كمان أن زيارة الرئيس الروسي تشير إلى علاقات دافئة بين القاهرة وموسكو، لكنها أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت كمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له علاقات وطيدة مع كل دول العالم. نيويورك تايمز كتبت تقرير عن زيارة وكان تحت عنوان زوبعة جولة بوتين تعكس إنجازات موسكو في الشرق الأوسط. الصحيفة أكدت على أن زيارة الرئيس الروسي لحلفائه الجدد في الشرق الأوسط بتعزز من نفوذ روسيا في المنطقة تزامنا مع تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت أن بوتين يتطلع إلى إظهار نفسه أمام الرأي العام الروسي كلاعب دولي فاعل، وده قبل بداية حملته الرئاسية الجديدة. وقال بعض المحللين أن زيارة الرئيس الروسي وإعلان الانسحاب من سوريا يمكن أن ينظر إليه جزئيا على أنها محاولة للضغط على الأسد، إلا أبدى حتى الآن رغبة ملحوظة في تحدي مساعي روسيا في الوصول إلى توافق سياسي على الرغم من اعتماده الكامل على الدعم الروسي. قرار ترامب طبعا بشأن القدس الشريف لسه بيلقى بظلالها على عناوين الصحف. يعني واشنطن بوست مثلا على سبيل المثال كتبت من يدعم ترامب في قرار القدس، وقالت الصحيفة أنا من يساعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هم السياسيون الأوروبيون المعادون للإسلام. وقالت أن ده بدا واضحا بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة بروكسل سعيا لحشد الدعم لقرار الإدارة الأمريكية. كمان قالت أن السياسيين اللي انضموا له كان أغلبهم من اليمين الأوروبي المعادي للمسلمين ممن يمتلكون قوة سياسية ضعيفة. لسه بنتكلم طبعا عن الشأن الفلسطيني ونقرأ كلمة للقدس جاءت تحت عنوان الأولوية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبتقول القرار اللي بيكشف عن جوهر صفقة القرن والتسوق الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي هي مقدمة طبعا لمحاولات الإدارة الأمريكية اللي بيربطها بدولة الاحتلال تحالف استراتيجي بل تطابق في وجهات النظر لتصفية القضية الفلسطينية وفي أحسن الأحوال تقديم حقوق الشعب الوطني وجعلها مجرد حقوق إنسان أو أدنى من ذلك بقليل، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي وصل لمرحلة التفرقة العنصرية من خلال الممارسات والانتهاكات اليومية لهذا الشعب وأرضه ومقدساته وخيرات بلاده. من انتهاكات طبعا بترتقي لمستوى جرائم الحرب اللي بيحاسب عليها القانون ومحكمة الجنايات الدولية، وانطلاقا من هذا التوصيف فإنه من الواجب وبل من الضروري أن يتم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ليكون بمقدوره التصدي لهذه المخاطر. عن الأزمة القطرية بنقرأ مقال للشيخ بن سالك في العين الإخبارية وهو كان بعنوان الحروب القطرية ومسؤولية الشعوب. بيقول بنتأكد لنا يوما بعد الآخر ضرورة الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب ضد دولة قطر، فبالإضافة لما كشفت عنه هذه الدول من ممارسات النظام القطري الظالمة والهادمة واللي بتمس الأمن والاستقرار في جميع الدول العربية والمعززة بالأدلة والبراهين، وبدل أن يصغى النظام القطري لمطالب الأشقاء اختار أن يسلك طريق العناد والمكابرة ودعم حملة مضادة لتشويه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
خلينا نروح لنيويورك تايمز اللي كتبت تحت عنوان ماكرون يخطو في الشرق الأوسط بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز قالت أنه لم يتوقع أحد العام الماضي أن يكون الرئيس الفرنسي ماكرون ممثل الدبلوماسية الغربية في الشرق الأوسط، إلا أن الوضع تغير الآن. وقالت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، بل ومطالبته بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة يوم الأربعاء الماضي سيتسبب في تراجع الدور الدبلوماسي الأمريكي في الشرق الأوسط. وبحسب الصحيفة فإن تراجع أمريكا بيعطي مساحة لهؤلاء الذين يرغبون في زيادة تأثيرهم ووجودهم على الساحة العالمية، ومن بينهم ماكرون اللي تمكن من الحصول على دور كبير جدا في الشرق الأوسط، خاصة وأن بريطانيا وألمانيا أصبحتا منشغلتين بمشاكلهم الداخلية بشكل أعمق. بكرة إن شاء الله هنتكلم وهنكشف لكم لأول مرة إحنا فعلا عندنا حاجة اسمها مخدر بيخلي الناس كده زي الزومبي. في الفترة الأخيرة كان في كلام اتقال إن في مخدرات موجودة في الصين وبعض الدول الإفريقية، وهذه المخدرات لو حد خدها لأنها ذهيدة جدا ثمنها بسيط قوي، ممكن الناس الفقيرة قوي والناس اللي معاش فلوس وعايزين يجربوا بيلجأوا لهذه النوعية من المخدرات اللي بتكون مؤذية جدا جدا للجسم. عايزين نعرف هل فعلا زي ما قيل في بعض الصحف وفي بعض وسائل الإعلام هذه المخدرات وصلت لمصر ولا لأ؟ بكرة هيكون عندنا في فقرة التحقيقات لقاء حصري جدا مع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهنتعرف منه هل فعلا عندنا هذه المخدرات في مصر، وإيه هي جهود وزارة الداخلية تحديدا لمكافحة المخدرات ومنع وصولها إلى مصر. غدا اللقاء جديد بالمانشيت مع رانيا هاشم، إلى اللقاء.